بداية زي ما قلنا المحطة الأخيرة من الكورس بتاعنا اللي هي ستيل ستراكشر. ستيل ستراكشر هذا الأسبوع ده، الأسبوع اللي جاي، الأسبوع اللي بعد منه إن شاء الله. خلاص؟ احنا اتفقنا قبل كده إن المباني بتحط إيه؟ أسقف خرسانية، والأسقف الخرسانية بتشال على أعمدة، والأعمدة دي مربوطة ببعض بإيه؟ بكمر. مش كده؟ اتفقنا على كده. طيب، مين يقول لي إحنا شفنا أو بنشوف الستيل ستراكشر ده فين؟ كباري. كباري طبعًا متكررة كتير جدًا جدًا جدًا. وأشهر كوبري ستيل ستراكشر فين؟ يا حد يعرف؟ كوبري أبو العلا. كوبري مبابي. كوبري أبو العلا ده تحفة، تحفة من التحف. اللي عمله هو الراجل اللي عمل برج ايفل في فرنسا. التور ايفل بتاع فرنسا هو اللي عمل الكوبري ده. فاللي ما شافوش يعني يحب يتفرج على شغل ستيل ستراكشر جميل يتفرج عليه. اوكي؟ طبعا كوبري 6 اكتوبر وتشوف الكامر اللي تحت منه ضخم. كمر اللي موجود تحت منه كمر ضخمه جدا، زي ما قلنا قبل كده احنا المفروض كل عيننا تبقى مفتحه كده، كل طول ما احنا ماشيين نفكر ونبص ونتفرج ونشوف ونفكر. والسؤال اللي دايما تساله كمهندس هو ايه؟ ليه؟ لو سالت نفسك هذا السؤال باستمرار هتبص نفسك تفكر تشغل دماغك ممكن تلاقي حلول احسن حلول الموجوده دي. اوكي؟ طيب ايه تاني؟ ايه تاني؟ الورش باستمرار، الورش بالذات ورش كبيره بتلاقي برضه معموله من ستيل ستراكشر. لو مشيت قدام شويه شارع تسكيرين على اليمين هتلاقي في هانجر كبير جدا، ورشه كبيره جدا او مصنع او حاجه كده معمول كده. المول بتاع 6 اكتوبر، مول العرب برضه كان مبني، مستشفى 6 اكتوبر اصلا برضه مبنيه عليه. المهم يعني طيب ده هل في ميزه لاستخدام ستيل ستراكشر بدل الخرسانات؟ طبعا طبعا. ميزه ايه؟ اقوى، اسرع، مهمه جدا، وارخص. في عندي فيديو موجود عندي، الصين بانيه فندق بالكامل من ستيل ستراكشر في كام يوم؟ في عده ايام فندق كامل في عده ايام عشان تركيبات السجادة التركيبات. اوكي؟ طيب. زي ما انت شايفين قدامنا كام نموذج، النماذج دي وان كانت يعني ده نموذج خشب. اوكي؟ لكن صورة طبق الاصل من اللي احنا ممكن نشوفه زي ما انت شايف كده، ده مكون من حاجة اسمها اي بيم هنشرحها دلوقتي هنا اهوت، ومربوطين ببعض زي ما انت شايف كده اهو. ده نموذج. في عندي نموذج ثاني خشبي برضه لكن نوع اخر. اهو هنشرحه بالتفصيل دلوقتي اهو زي ما انت شايف اهو من ابو عديد اهو. وبعدين في نوع ثالث اهو، ده بقى حديد اهو زي ما انت شايف كده اهوت اهو. شوف شكله ايه، عباره عن ايه قدام منك. هنشرح الكلام ده كله بالتفصيل دلوقتي. اوكي؟ وبعدين يعني حتى لو فيديو قصير قوي قوي لكن برضه يديني فكره عن الحاجات دي مربوطه ازاي وبتتجمع ازاي. لما تبص كده اهو ده شكل النموذج قدامنا، يلففه لك عشان تشوف ده مكون من ايه. ده يعني قريب جدا من ده، قريب جدا جدا من ده. ده مكون من ايه؟ زي ما انت شايف كده اهو، هنا اهو لو بصيت على ده وده هتلاقي تقريبا اهو ده كده اهو. ادي عندك هنا اهو دي بنسميها سيت شانل، هنتكلم عنها دلوقتي. اثنين سيت شانلز مربوطين ببعض ببليت من هنا ومن الناحيه الثانيه. وبعدين في هنا اهو اي بيم، والاي بيم ده متثبت فيه السي في ظهر السي ديت بواسطه مجموعه من ال سكشن هنشوفها دلوقتي بالتفصيل. هنا اهو هيشيلها زي ما انت شايف كده، ادي اثنين هم. وبعدين عندك في بليت وبليت من الناحيه الثانيه ودي اي بيم ومربوطين ببعض. هنشوفها وهي بتتفك وهنشوفها وهي بترجع تتركب
التاني. اوكي؟ وبعدين نكمل نشوف الدنيا ماشية ازاي. ده كده فك اهو شايف ده دي سموم 2 ال فكوا وطلعنا البيم لبره. عندك هنا مسند من تحت رف اهو اتشال، وبعدين الجنبين دول تو بليتس اتشالوا، وبعدين دول اثنين سي شان. كويس، نرجع يركب تاني اهو زي ما انت شايف كده اهو. دي الكماله تحت هنشوف لها اسمها باكي هنا اهو، وبعدين دي كده ودي دي كده. خلاص؟ يعني احنا مش محتاجين من ده غير كده اهو، مش هنشوف حاجه ثانيه كتير في هذا الموضوع. طيب زي ما انت شايف كده الـ هنا اهوت الاثنين سي او الاي او الكلام ده كله ده بيقوم بمحل بدور ايه؟ العمود الاعمده. سي طالع كده اهوت، يعني ده ماسك كده اهو، الاي ده طالع كده اهوت بيبقى ده عمود. بس العمود ده بيتربط العمدان دي مش زي الكاميرا مكان بيربط الاعمده الخرسانيه ببعض، هنا برضو الايه؟ الاعمده بتتربط برضه تشانل ببيمز. بيمز ما بين ده وده. كويس؟ البيمز اللي عندنا يا ريت حد فيك يعرف السبتية؟ يا ريت تعملوا يعني حتى اللي يعرف ياخد حد ما يعرفش. انزلوا هناك هتلاقي فيه ورش ضخمة ومخازن ضخمة، مخازن ضخمة جدا فيها بيبيعوا الكلام ده. البيم العادي طوله في المعتاد كام؟ الماسورة طولها في المعتاد كام؟ ها 6 متر. بيمز برضه طولها اطول 6 متر، فبنقص منها زي على الابعاد اللي احنا عايزينها. اوكي؟ باحجام مختلفه. انت لما تنزل تشتري قميص بتنزل تقول انا عايز قميص الكتف قد كده والطول ده قد كده والطول ده، ولا تقول قميص مقاس كذا رقم كذا؟ مقاس كذا. عايز 42 43 40 هو بيديه لك بقيت مقاسات بنظبطها على كده. قلنا الكلام ده قبل كده واستخدمنا اللفظ اكسبريشن اللي هو ايه؟ ستاندرد. قلنا المقاس ده ستاندرد، فانت بتروح تقول له انا عايز الاي بيم رقم كذا. رقم كذا ده على طول ده ستاندرد، يطلع لك الاي بيم بمقاساته بكل حاجه جاهز يقول لك اتفضل. فهنا نفس الحكايه. ولو ان هنشوف دلوقتي برضو ان الحاجات دي ليها ماركينج معين يبين لي الابعاد بتاعتها. خلاص؟ طيب زي ما قلنا اي مكون من دول، اي كونستراكشن من دول مكون من ايه؟ من اليمنتس. الاليمنتس هي ايه؟ عندي بليت، عندي ال سكشن، عندي الاي سكشن، عندي سي شانل، وعندي حاجه اسمها تي وحاجه اسمها زد. عندك في الورق بتاعك كده امسك الورقه اللي فيها الكومبوننتس دي مستقله وتعالى نبص ايه الورقه دي. تعالى نمسكها كومبوننت ونشوف بمنتهى البساطة الحاجات دي تترسم ازاي. الموضوع ده يا سادة الموضوع مش صعب، الموضوع ما هوش صعب اطلاقا، محتاج مننا انتباه مش اكتر من انتباه، مش اكتر من انتباه. ايه؟ هقول لكم حاجة طريفة جدا. امبارح النتيجة بتاعت المجموعتين التانيين شبه نتيجه طبيعيه جدا، وكان في ناس كتير طبعا جايبين درجات وحشه وفي ناس كتير جايبين درجات كويسه جدا. انما اللي لفت نظر ايه؟ ان في ثلاثه اربعه كانوا جايبين في الامتحان الاولاني 2 و3، في الامتحان الثاني جايبين 10 و10 ونص. بناء على الوعد اللي انا وعدته ان انا اللي هيجيب اكثر من 10 هرفع له درجه الميد ترم الاولاني، وهنفذ هذا الوعد طبعا ما اقولش كلمه ارجع فيها ابدا، انما ده دليل عليه. لما اشتغلوا جابوا نتيجه. وفي نفس الوقت واحد جاي لي بيقول لي انا جايب 2 من 15 في الامتحان، بيقول لي طب لو قدمت البورتفوليو. قلت له هديلك كومبونايه. لو شديت حيل وجع في بطنك. لو شديت حيل. طب ممكن اعمل ايه عشان ارفع درجتي؟ كل دي اسئله يعني تنم على كسل
مش هقول حاجه تاني، بتدم على كذا مش هقول غباء، لان الغال سؤال ده مش غبي، انما مش عايز تكمل مش عايز تكمل. انا متاكد ان في مش اقل من 50% هيجوا بحيجوا من دلوقتي بقى يبتدوا يشدوا حلو. انت جاي عشان تنجح في الامتحان ولا جاي عشان تتعلم عشان تطلع زي ما قلنا قبل كده مهندس عليك القيمه؟ بعدين طيب لما نمسك كده البليت، عندك بليت، بليت حاجه زي كده بس ليها سمك معين، بليت، البليت دي لما اسقطها اسقطها ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض كده حاجه حاجه ونشوف المساله قد كده قد كده ممكن تبقى سهله. البليت هسقطها ازاي؟ البليت يعني الكومبوننت، بالنسبه للكومبوننتس اللي احنا خدناها قبل كده كومبوننت تعتبر يعني سهله جدا. البليت دي هتبقى عامله كده اهو، خطين جنب بعض كده. طيب الخطين اللي جنب بعض دول مش موجودين اي حاجه، بس اي بيم قلنا طوله قد ايه؟ 6 متر، نص السمك حسب 6 متر مش كده؟ فباخد حته منها، الحته دي مش محدوده بطول معين، مش محدوده بطول معين، فباخد كده حته صغيره واروح جاي احدها انا بايه؟ انتربشن لاين، احدها بانتربشن لاين بالمنظر هنا من هنا ومن هنا. دي ممتدة، ممتدة انا محتاج الحتة دي بس عشان ابين الكونستراكشن هنا شكله ايه؟ ماليش دعوة ده بالباقي. ده يعني انواع البروكن لاين بتختلف من حاجة لحاجة. ده بلاش ده شكل البروكن لاين. طيب المسقط التاني بتاعها شكله ايه؟ المسقط التاني بتاعها شكله كده اهو، هنا اهو كده مش كده؟ مستحيل ان السمك بتاعنا هنا رفيع. ادي المسقط التاني هنا. وادي المسقط الثالث اهو برضه خطين جنب بعض هنا اهوت، وخط البريك لاين اهو المنظر ده مش كده؟ طيب المسافه دي هنا دي بقول عليها ايه؟ بقول عليها بي. والسمك هنا اهو طبقا اللي موجود عندك في الشيت، والسمك اللي هنا ده بسميه ايه؟ ال. خلاص؟ طيب هنا وده شيء مهم جدا ولازم يبقى موجود في كل لوحه، واللي ما يعملهاش يبقى بيفرط ببلاش في درجات سهله. بس لازم اعمل ماركينج. ليه؟ لان انت في المعتاد او في الغالب بدي لك الستيل ستراكشر ده بدي لك مسقط واحد. احنا كنا بنقول مسقطين ليه؟ عشان المسقطين يجمعوا ثلاث ابعاد. مش كده؟ كنا اقول لك كل مسقط له بعدين. فلما ادي لك مسقطين يبقى بعدين هنا وبعدين هنا يبقى اربع ابعاد من ضمنهم واحد مشترك، يبقى كده عندي الثلاث ابعاد موجودين يبقى اقدر اتصرف الشكل. طب هنا انا بقول لك ادي لك بعد واحد، تقول لي طب والبعد الثالث اجيبه منين؟ من الماركت، من الماركت هفهمه من الماركت، وهتشوف الكلام ده دلوقتي بالتفصيل. اوكي يبقى هنا اهو الماركت بتاع البليت يبقى بي ال زي ما موجود عندك في الشيت، بي ال بي بي ال ده المرض. ومدي لك مثال هنا لو البي بتاعتك 50 والال 3 مللي، لان السمك بيبقى قليل جدا مقارنه بالبعد الثاني. لو البي بتاعتك 50 والال 3 هتكتب ايه؟ هتكتب بي ال 50 بي 3. لا يبقى تي ال اي حاجه عايز تسميها تي سميها تي مش مشكله اهي. اوكي ده بالنسبه للايه؟ بالنسبه للبلاي. طيب الال سكشن، الال سكشن، الال سكشن لما انت عارف شكلها ايه؟ اهو هتبص تلاقي ايه اهوت ده جايه كده الجنب بتاعها، وانا بصها بالجنب هي عامله كده اهو اهي هنا اهو، واللي جايه كده اهو. اوكي طبعا لاحظ هنا ان في ميل وهنا في ميل، هنشوف الميل ده بعد شويه، الانكلينيشن ده هنشوف بعد شويه بترسم ازاي. طيب دي كده في الجنب، ده الكروس سكشن بتاعها، ده الكروس سكشن بتاعها. يبقى لما ابص لها من الفرونت، ابص لها من الناحيه اليمين هشوفها ايه؟ كمسقط، هشوفها ايه؟ غطا فوق كده؟ مستطيل في ايه؟ مستطيل في ايه؟ تحت خط هنا وجنب منه خط بيك لاين المنظر ده كده اهو. انا بص
يمين للشمال الباص دي. طب لو بصيت من فوق هتشوف ايه؟ شوف ايه اهو خط كده اهو، وخط جنب منه كده، خط جنب منه كده اهو. الخط ده يبعد قد ايه؟ المسافه دي قد ايه؟ دي القاعدة اللي احنا ماشيين بيها، الخط ده كده والسمك ده، هو السمك ده وهنا الانتراكشن لاين اهو. المنظر ده رصد، وبعدين الماركينج بتاعنا عندي ايه؟ عندي ارتفاع وعندي عرض وعندي سمك وسمك، سمك هنا وسمك هنا، سمك القايم الجنب القايم وفي الجنب النايم. اوكي؟ سمك وسمك، ولذلك هنا اهو انا كاتب ايه؟ كاتب ده ال هنا اهو، وبعدين ايه دي على تي 1 تي 2. ايه الايه ارتفاع الجنب القايم وبي الجنب النايم، وعادة او في كتير احيان بيبقى الايه قد البي. وهنشوف الكلام ده دلوقتي بالتفصيل في المسألة هنحلها. تي 1 وتي 2 وتي 1 وتي 2 ده تي 1 اللي هو سمك القايم، وده تي 2 سمك النايم. اوكي؟ طيب لو فرض هبص لها، بدل ما هبص لها من اليمين هبص لها من الشمال، هترسم ازاي؟ هتبقى عندي دوت ده كده، هيبقى عندي الخط هنا اهوت، الخط فوق هنا اهو، الخط ده هيبقى ايه؟ الخط ده هيبقى ايه؟ ده طيب احنا ممكن نبص لها من الكمبله او ممكن نبص لها من الكمبله. خلاص؟ نعم. ده يسمى ايه؟ ده دلوقتي بصين من فوق السمك ده مش هيجي لي هنا، لو خدت خط 45 بتاعنا مش هيجي كده ويجي لي هنا، ممكن ده يكون هنا. لو ده كان الناحيه دي راح اشوف الخطين دول هنا. تبقى دكتور ده سايد، ده سايد، ده سايد وده فرونت اهو،